ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. السيد العالي، أصحاب الفضيلة، السادة العلماء والفقهاء، أيها الحضور الكريم، اليوم تحل الذكرى 21 لرحيل فقيد العروبة والإسلام، فقيد المغرب من فقيد الأمتين العربية والإسلامية المغفور له جلالة الملك. هي مناسبة لاستحضار ما قدم من إنجاز قدس الله روحه، ومناسبة لتأكيد الوفاء لروحه الطاهرة، فإن الوفاء لا يموت بموت الأوفياء، فهو جلالته طيب الله براه لا يزال، وإن رحل عنا جسدا فهو باق في ذاكرتنا وفي ذاكرة التاريخ بما قدمه لهذا الشعب المغربي ولما قدمه للأمة العربية والإسلامية. تبقى ذكراه في الوحدة الوطنية التي بناها جلالته، وتبقى في الشعب هي معجزة الصمود، وتبقى في هذا الشعب الذي كون. نعم، التاريخ مليء بأمم صنعت رجالا، ولكنه نظر ما تجد رجالا صنعوا أمة، والمغفور له الحسن الثالث من أولئك الرجال، بل هو في مقدمتهم. فبما كان يتوفر عليه من الحكمة ومن الحنكة وبما أعطي من قوة الرأي، فنقول أمام تلك المفاخر التي تركها لنا، وإن رفاء العظماء لمن الصعوبة لمكان، ولكنه أمام تلك المفاخر والمآثر من عمران وسياسية وثقافية، تعجز ملكات اللسان، تتراجع ملكات اللسان أمام عبقرية هذا الملك العظيم، وتبقى العبارات الشحيحة المشاعر فياضة، واللي تتجاوز العبارات الشحيحة التي تعبر عن مخزون محبة لا ينتهي، ومعين يخلفه زعيم، والقائد يأتي بعده قائد، والذي الشخص الذي لا يأتي ينوب عنه آخر، ولا يأتي خلفه آخر، ولا يأتي بعده إنسان آخر، إنما هو الأدب. فكان الحسن الثاني طيب الله ثراه أبن حنونا لهذا الشعب المغربي، فلقد وسع قلبه الكبير حبنا، فبادلناه حبا بحب، ووفاء بوفاء، وولاء بولاء. أنا أقول له اليوم من قرير العين، أيها الراحل الكريم، فلقد تركت فينا خلفا صالحا قادرا على تحمل مسؤوليات و السفينة وسياقة هذه السفينة أو لفة السفينة في هذه الظروف العالمية الحرجة. ونقول إن هذا الذي الخلف الصالح ورث منك وأضاف إلى ما ورث تراثا وأعمالا أخرى، فإنه لهي من معين سياستك وفيض حكمتك، ولا شك أنه اليوم إذا كان المغاربة يحيون هذه الذكرى 21 لرحيل
أيها القائد العظيم، فإنهم يستحضرون ويفتخرون ويقفون ويشاهدون ما يشاهدون ويتابعون من شهود والدي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يتابع العمل ليل نهار من غير كل ولا كلم ولا ملل من أجل وضع المغرب على سكة القرن الواحد والعشرين. في ماذا؟ تلكم الأوراش الكبرى التي وضعها جلالته حفظه الله نصره الله وأيده، تلك الأوراش الكبرى كمالك عن شعبه بما قدم وما وفى وأوفى، وأن تجعله مع الذين أنعمت عليهم من الصالحين من الصديقين من الشهداء من الذين قدموا لله ولحياتهم، وتجعله مع الذين رضيت عنهم وأرضيتهم عندك في رضاك وفي جنات النعيم وفي الفراديس العلى، كما نضرع إلى العلي القدير ونحن بين يديه نلتجئ إليه ونطلب الدعاء من الملأ الأعلى لينزل شآبيب الرحمات والرضوان على روح فقيد الوطن والدين بطل الحرير جلالة الملك محمد الخامس طيب الله فراغ، اللهم اجعله عندك في الفراديس العلى، ولا يفوتنا أن نرفع أكف الضراع إلى الله، أن يحفظ والد سرهم جميعا قائل الهمام جلالة الملك محمد السادس الذي ورث هذا السر وأضاف إليه، جلالة الملك محمد السادس مفخر الله محفظه مفخرة للدولة العلوية، واكتب له عزة لا تقهر، واكتب له نصرا لا يكذب، واكتب له مجدا لا يغيب، واكتب له كرامة لا تهان، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين حتى يحقق لهذا الشعب ما يطمح إليه، اللهم أقر عينه، اللهم أقر عينه بولي عهد محمود سمو الأمير الجليل المولاي الحسن، وأنبته نباتا حسنا حتى يرى فيه ما يسره وشد أزره بشقيقه وعظمه بشقيقه المولى الرشيد، ويحفظ سائر الأسرة العلوية الشريفة، إنك نعم المولى ونعم المجيب، ولا ننسى ونحن في هذا المجلس الخاشع أن نجدد طلب الرحمات على روح الفقيد الغروب والإسلام المغفور له الحسن الثاني والمغفور له محمد الخامس، وأن نسأل الله أن ينصر ملكنا الهمام حتى يحقق ما يطمح إليه لهذا الشعب الوفي، وخير ما نختتم به هذا المجلس الصالح الذي هو من خير المجالس فاتحة الكتاب لنقرأها جميعا ونقدمها إلى روح فقيد العروبة الإسلام جل مغفور له الحسن الثالث يا الله خير رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.